قسما بالله العظيم، طالما الراجل ما حاميك وربنا سبحانه وتعالى ده اختصار، وده عندك ما 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 ما, ما, ما شيء طوال البحر، والله ما في زول بيقول لك تلت التلاتة كم، طالما ما في رجال الراجل اللي سلم عربية بيسلمك، الراجل اللي انكسر وركع اليدين والله يسلمك، والله لو حارسنا وندافع عنكم والله ما يدافع عنكم، انتوا شفتوا بعينكم والله ما يدافع عنكم، دي حقيقة، الناس ديل ما بدافع عنكم، عشان الناس تكون عارفة والناس تكون واعية، ده ما وقت بتاع مجاملة يا ناس الجزيرة، تبقوا رجاله كلكم تطلعوا عنده عكاز، يا موت يا حيا، خليت تقوم الغيامة في الجزيرة، خليت تقوم الغيامة في الجزيرة، ما ما ما, ما عندك، لكن تقعد تقول لي دارين نتعايش، ده ما بيت، انا كلمتك قبلك، انا قبل ما يقولوا لي كلمتك قلت لك ده ما بيتعايشوا، ديل دارينك كلك، دارين منك اي حاجة، ديل دارين منك اي حاجة، دارين يجردوك من اي حاجة، دارين اولادك، دارين مرتك، دارين بيتك، دارين ذهبك، دارين عربيتك، دارين كل حاجة، دارين كل حاجة، عشان كده يا جماعة نيل النار، احنا ما بنتكلم من فراغ ولا بنقعد نألف، لما نقول لكم الكلام ده بيوجعكم بتعلمكم، والله ما كل الجزيرة وديل جزء مننا، الجزء الباقي وين؟ الناس اللي سلمت ما عندنا مع مشكلة، مساكين تعبانين خايفين، الناس الباقي وين؟ الغرية فيها قريبا 3000 4000 راجل، وين؟ وين الرجال؟ وين؟ وين الرجال حقنا كن؟ وين؟ ما في؟ ماتوا؟ ما في عذر، عذر ما في، ده وقت الرجال وده يوم الرجال، ده اللي بتدافع عنه، تعيش يا بشرف يا تموت راجل، والله لو ركبك انت ما يخلانيك، وانا بكلمكم الناس ديل حاقدين عليكم، الناس ديل بيكرهوكم، الناس ديل عنصريين اكثر من العنصرة، الناس ديل ما عندها اخلاق، جايين ينتغموا منكم، شالوا عربيتك، شالوا ذهبك، بيشيلوا مرتك، كلام واضح، لاننا احنا ما ناقصين، اي زول اي زول الان في الجزيرة عندك سلاح ما عندك سلاح، عكازك والشارع، يدافعوا عن حريمكم ويدافعوا عن بلدكم، يا والله تلبسوا الطرح طول عمركم، ولا لانه الهاشتاجات انا متاكد حتطلع، لانه اللي تكلموا معي ديل ديل نسوان، قسما بالله العظيم، والله وخايفات رجال يسلموهن، قالوا طالما سلموا عربات والله خايفين يسلموهن، قسما برب الذي خلق، اقسم بالله واحد قواد من المنطقه ما بعرف اسمه ود منه كده، خلى الرجال مشوا المسجد دخلوا لمرت لمرت راجل، قسما برب الذي خلقني، خلى الرجال ما مشوا المسجد جابوا ووصف لهم البيت ودخلوا ودخل معاهم، دخل معاهم جوا لقوهم طلعوا لها السلاح وقال لها تجيبي دهبك وجيبي مفتاح العربيه، ادتهم مفتاح العربيه ادتهم الذهب، لو ما مره كبيره والله كانوا ربوها، نمشي نشوف يا جماعه الحاصل، الميدان الميدان يا جماعه ممتاز، ما في حاجه، البلد ماشيه، وزي ما قلت لك الخطه العسكريه بتاعت مدني واضعينها، العده كلها جاهزه واي حاجه ومنتظرين الحفله، الكلام ده انتهيت منه، ما عندي له وما بجيب لك فيديو عشان تتاكد ولا بحلف لك بالله، لكن دي الحقيقه، تصدق تصدق ما تصدق ما تصدق، مدني والجزيرة كلها في مزال اللي شايفها دي، لو الليلة ناس الجزيرة احتمال الجيش ده يخش وهون يكونوا ما عمل أي حاجة ولا تكتب لهم شرف أي حاجة، واحتمال الجيش حرر الجزيرة وناس ده اللي يكونوا لابتين، ما كذب عليك، واحتمال الليلة قبل ما معروف، لكن الموضوع انتهى، الموضوع حسم أنه الجزيرة راجعة راجعة، الجزيرة راجعة راجعة، بالنسبة لجنوب المدني وجنوب الجزيرة الطيران من 6 صباحا للساعة 8 مساء ما طلع من هناك، شغال تمشي طيارة هي طيارة شغالين فيهم، تأشيرات كمية كبيرة انتهوا منها، أي متحرك لهم ضربوا، أي جنجويدي لافي ضربوا، ما خلوا جنجويدي في المناطق دي، شغالين فيهم من 6 صباحا ل 8 مساء، ل 8 مساء الطيران بين سنار وبين مدني، أي عربية متحركة اتبلعت، أي ناس متحركين اتبلعوا، دي حقيقة، يعني الوضع ماشي ممتاز، المدني جاية مدني جاية، الجزيرة جاية جاية والله الجزيرة جاية، لكن احنا ما بنلحق الليلة بالليل يعملوا شنو في حنا، الليلة بالليل يعملوا في الغرة المساكين، الناس المساكين في ناس غرة سمعوا قبيلك اللايف وكسروا الترع، في ناس غرة كسروا الترع كلها ورسلوا لي الفيديوهات عندي موجودة، كسروا الغرة الترع كلها اتكسرت، الشوارع كلها اتملت موية ما قصروا كلام سمح،
خلوها تتملي مويه، هذول ما بعرفوا بيجوا ويحلوا جوا والله ما يطلع اليوم الدين ما يطلع. اكسروها من بالليل ده خلوها تروى لبكره، مناطق كثيره كسرت. في 500 طريقه الناس ممكن كانت تتجنب بها، لكن الناس ما دارت تفكر. الناس دايره بس تاخد شماعتها، الجيش وين؟ الجيش انسحب. وفي عماله حصلت، احنا نقعد نربع يدينا؟ نقعد ننتظر الموت؟ خلاص الناس تتصرف. الناس تبقى رجال، الناس تتحمل المسؤوليه. دي المره الاولى اللي احنا يا دوب اجدادنا حضروا زي الموقف ده 500 مره. كانوا بيقاوموا مستعمرين وبيقاوموا انجليز وبيقاوموا عثمانيين وبيقاوموا 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 وبيقاوموا. جاء دورنا. جاتنا فرصة أننا نبقى نخش التاريخ، نشوف التاريخ ده بيتكتب كيف، نشوف الناس دي قاومت كيف. لما يقول لك الناس دي قاوموا ووقفوا عبد الفضيل الماس، جات المدفع ودخل جوا المدفع، احنا كنا بنستغرب وكنا بنقول يا ريت الاستعمار ما جانا. كنا عملنا بطولات لما جانا الاستعمار ولا عملنا أي حاجة، وقفنا بس نقول وين جيشنا وين جيشنا وين جيشنا؟ مفروض الجيش يسلحنا. والله لا مفروض جيش يسلحك ولا مفروض انت تسلح. لو انت ربنا ما اداك سلاح وما اداك جيش وما اداك اي حاجه، مفروض انت تقيف. معليش تقيف، خلي الجيش مشى اقيف. الحرب دي ضدك انت الان، ما ضد الان بيخشوا بيتك. هتيجي تقول لي اخ دقيقه، الجيش لما يديني سلاح حاجه قاتلك؟ هتقول لي والله دقيقه، الناس دي بيخشوا بالبيوت، بالبيوت بيخشوا. واحنا الان في امر واقع، الامر الواقع ده بنقعد نقول نخط الشماعه نجيب لنا شماعه، الان بننسى اي حاجه، بننسى جيش وبننسى بننسى الان نعمل شنو؟ نتصرف كيف؟ نسوي شنو؟ ننسى الشماعه بتاعت مدونا سلاح وما سلحونا والمستنفرين ما سلحونا والوالد ده انتهينا منه، الوالي عميل والغايد عميل وما سأل، هذا انتهينا منه، نعمل شنو؟ ده خاين، نسوي شنو؟ الان احنا في امر واقع قدام عيننا. نخط يدينا في يدين بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. نبدأ وطننا بيجي بنحرر الجزيرة دي برانا والله بدون سلاح وبدون ما يجي الجيش، احنا بلقانا انتهينا منه. ما صعبة والله، ما صعبة. نحن كم طلع 500 قرية على 1000 مدينة ولا كم؟ كمية كبيرة كم والله حكاية. محتاجين شنو؟ لسلاح والله عندهم، والله السلاح فيه، السلاح تنبول دي والله تشتري كيلو لحمة يدوك هدية سلاح، تشتري لك سمكتين يدوك طبنجة هدية، كيلة ايش همسك ده دانة هدية. تنبول دي كانوا بيعوا في السوق الله اكبر، بيدخلوا جوا العيش تيجي داير كده بيدوك. البلد مليان سلاح، لكن الناس ما دايرها، الناس دايرة يجوا يحرروها ويجوا يقتلوا ليها ويجوا ينظفوا ليها ويجوا يسلموها. اقول لها امسكوا البلد دي اقعدوا فيها مع ستات الشاي. والناس زي محمد صديق ده القحاطة ودونا الشارع، لا وقفوا معاهم لا جابون، مع انه هو رمز العمله، ما عملوا المهدي ولا عملوا المرغني ولا عملوا الاحزاب كلها، سواه محمد صديق ولا سواه حميدتي ولا سواه البرهان ولا سواه البرهان، العمله محمد صديق دي حقيقه. ولا في زول بيختلف فيها. محمد صديق ده قدم كم مره مشى مستنفر رفضه، قال الكلام ده هو كم مره مشى، واحنا عارفين في طابور، في عارفين في عملاء، هاي في عملاء دي ما بيختلفوا فيها اثنين ثلاثة. الجيش نظيف والله كذاب اللي بيقول لك نظيف، في عملاء وفي طابور، واليوم الدين حيكون فوق طابور. محمد صديق الآن مشى وبرضه قال لي اصبر، مشى بقى مستنفر مع الشعب السوداني بسلاحه. الكلام اللي قاله بيمثلنا كلنا كشعب سوداني، ومفروض هو يكون الغايد بتاع المستنفرين في السودان، هو الغايد بتاع المستنفرين في السودان كلهم، هو اللي بيتكلم باسم المستنفرين ويكون الغاية كخطوة لأنه هو بيعرف، وزول راجل وفارس وعنده مواقف الوطنية، وزول بتاع لف ولا بتاع دوران، وزول حقاني. والكلام اللي قاله ده المفروض يحصل. مفروض الجيش الآن، الجيش المكدس في كل مكان، الجيش القاعد في حطاب 30,000، في وادي سيدنا 80,000، بهنا 60,000، الناس بيموتوا بهناك وبيختصبوا فيهم، الغورة بتنتهك وبتغتصب والحراير بيغتصبوا فيهم، الجيش قاعد ما داري يهاجم ولا داري يمشي ولا داري يطلع ولا داري يسوي أي حاجة. يقول لك دي خطة، دي ما خطة، دي أصله دي ما عندها علاقة بالخطة. ما في عسكري، وظيفتك أنت كعسكري أنك تدافع عن الشعب السوداني، أنك تجيب تحمي الشعب السوداني،
ما انك تجيب تحملي مباني ولا تحملي بيوت ولا تحملي مغارات امنيه. وظيفتك جيت تحمي شعبك السوداني وانت بتحلف القسم كده. الان الشعب السوداني بيختصبوا الحرائر، بيوته منتهكه، حرماته منتهكه، خذاته منتهك. وين الجيش؟ الجيش قاعد 30,000 40,000 50,000 ما بيمشي. ليه؟ لانه القائد ما قال لهم. هنا الشعب، احنا الكلام ده اتكلمنا فيه كتير، هنا معناته برهان جزء من المؤامره على الشعب السوداني. بكم بكم شهر مؤخر الحاجه دي ومؤخر الانتصار. الجيش ده انتصر 600 مره، لكن اللي بيضره شنو؟ عدم الانتشار. الان الجيش الخرطوم فاضي ما انتشر، قاعد. انا الكلام ده جبته من وين؟ الان اللي بقوله لكم حقيقه ده من وين؟ قبل يومين طلع ظافر عمرين، الغايد اللي هو ظافر عمرين غايد المهندسين، قال كلام واضح وبعصبيه ومعه جنوده. قال احنا 48 ساعه رسلنا اشاره للقياده، ما قال لنا تطلعوا، بنطلع كلنا. معناته برهان حيدمر الجيش، حيدمر الجيش، حيحصل انشغال، حيحصل انشغال. وده الكلام اللي كنت بقوله ليه، بقول لك بوجود برهان بشق الصف وبشق الجيش وبشق المؤسسه العسكريه وبشق الوطن. وده الان حيحصل. انت لما تقول ليه خليه يصلح، ده بيقعد بيخرب، ده وظيفته. خدت انه ليك مخرب، ده الوظيفة المعينة بقى الأمارات فوق، مخرب. أنا بقول لك مخرب، مخرب. الآن عنده قرارات تاريخية، ده يثبت أنه فعلا هو أوكي، أنه هو ما مع النازل، عنده القرارات قدامه يدوس عليها إمضاء طوالي. طوالي انتشار الجيش، انتشار الجيش الليلة قبل بكرة، انتشار الجيش وفتح طريق الخرطوم مدني. حيكون عندنا خسائر، ما أصله هو جيش لازم حيكون في خسائر. عندك 10% خسائر في الجيش، ما في حاجة. لو 100,000 ماتوا 10,000 ما ولا حاجة، ما خسائر، خسائر عادي، دي خسائر ولا بتتكتب يعني. ما إلا تمشي كامل تجي كامل. عندك مستنفرين ما شاء الله تبارك الله، عندك كمية بتاعت مستنفرين ما طبيعي، أكثر من 300-400,000 حارس. شنو تاني؟ ما في سبب. انت بتقعد الليله بتتأنى، اهنا بهناك بيعانوا، الجنجويدي بيتفسح وبيختصف هنا ويختصف هنا، وانت بتدافع عن منه؟ حتجيني تحرر لي بيوت؟ حتصل تمش تحرر لي بيوت؟ انا اعمل بك شنو تاني؟ اسوي بك شنو؟ ظافر ده بكره لو ما طلع حيطلع، حيخالف تعليمات، خالف تعليمات طلع، جيش المهندسين طلع، مهندسين حتبقى فاضيه، ممكن الجنجويدي انتشر بهناك. انا بقول لك اللي كنت خايف منه يا هوندا، الكلام اللي بقول فيه ده قالوا ظافر اللي هو الان في الجيش، قالوا امس ونزلته ليه؟ قالوا ليهم عادي كده، قال احنا رفعنا 48 ساعه ما جانا الرد، قال بنطلع قدام، بنطلع بيطلعوا قدام مخالفين تعليمات. هنا الجيش بيشق عليه لانه الجيش ممسوك من الحسيني من فوق، لانه ما بخليهم ينتهوا الانتصار ده، لانه ديل مشغلينهم فرمالات. ديل وظيفتهم شنو؟ فرماله. دي الفرمالة، تعرف الفرمالة؟ دي الفرمالة يعني ما تجي تقول لي بيصلح ما بيصلح، ده فرمالة، فرمالة عديل. نحن دارين وطن، دارين نمشي لقدام، الكلام ده يكون واضح وصريح. عندك حاجات الآن، ما بكرة، الآن يا برهان، انتشار للجيش. وزي ما قال محمد صديق، إيه ليه يوم واحد واحد ما حصل؟ أي سوداني يشيل سلاح وأي عسكري، كل الناس في الشوارع، والوطنيين، لاننا نحن ما بنقعد نحرس البلد تدمر وهن هذيلك ونتفرج. وتيجي تقول لي الجيش 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 قاعد هنا لاميو برهان مخزنه. الجيش اللي بيجي من برا بدل يخليه يحاصر الخرطوم عشان ما يدخل سلاح، بيدخله جوا الحظيره وبيقفل عليه بالمفتاح. بيجيب الجيوش من الولايات، ما بخليها برا في الحدود، ولا بخليها تحاوط الخرطوم من برا، لا، بيفتح لها طريق تخش جوا الحظيره ويقفل عليها بالمفتاح. حجم الجيش، كتف الجيش، حصر الجيش في حتات محددة، بقى ما في طلوع. الجيش مفروض ده بيجي من مثلا جاي من الشرق ما يخش، يجي في عمي من برا، يجي ده زاحف من برا يا عمي، ده الطبيعي في العسكرية. أنا ما عسكري لكن العساكر بيقولوا كده، لكن ده بيفتح يخش يدخلهم وين؟ يجيبون يدخلهم جوا الصندوق اللي هم حاصرين فيه ويخلوهم جوا. كده 9 شهور احنا بالطريقة دي، 9 شهور بيجي جيش من الولايات ما بشم الهواء بيدخلوا جوا. هل في خطة بتتبني عليه قفص الجدار؟
في خطة يسيم قفص الجدات، احنا لو في خطة يسيم القفص احنا بنقتنع بانه في عسكرية، انه برهان صح. لو في العسكرية خطة يا عساكر يسيم القفص، احنا بنقتنع بانه برهان ده ضابط، احنا بنقتنع بانه ضابط، لانه مستحيل تكون في خطة يسيم القفص. دي سيم القفص، الخطة بتاع البرهان دي سيم القفص، لانه مستحيل انت الجنود جايبهم من برا حاميات اكتر من 18 متحرك، دي لو خليتهم حصروا الخرطوم وكل متحرك دخل كل يوم انضموا لقدام شوية شوية شوية، اقسم بالله الان الخرطوم دي كانت حافي. خليهم بتجيبهم تفتح لهم تدخلهم وين؟ وادي سيدنا تدخلهم وين؟ حطاب تدخلهم وين؟ درب. اتملن المعسكرات، استفدنا شنو احنا 9 شهور؟ انت اشتغلت من راسك 9 شهور، استفدت، ادينا انجازاتك 9 شهور، ادينا اللي عملته 9 شهور، انا اديك اللي عملته 9 شهور. العمل الجيش اول شيء امنك طلعك وخلاك تعيش، ده اللي عملوه العساكر قبل ما انت تتدخل وقبل ما انت تشكل غرفه، اللي عملوه العساكر رجاله بدون خطه بدون اي حاجه، اول شيء امنوكم في الايام الاربعه الاوائل وقدروا صدوا لهم اكثر من 600 تاتشر وقدروا هزموا الجنجويد بدون تعليمات بدون غرفة بتاعتكم، ده اللي عملوه العسكر. انتوا اللي عملتوا شنو؟ انا اديك اللي عملته. اول حاجة فقدتونا خيرة الضباط، خيرة الضباط حقيننا فقدناهم بسببكم، خيرة الضباط حقيننا بشنو؟ بالطابور الخامس اللي ما كنتوا بتنظفوه، بالطابور الخامس اللي ما كنتوا بتنظفوه فقدتونا حاميات كاملة، مدن كاملة فقدتونا اليوم بشنو؟ بالانسحاب. 6 انسحابات، 6 انسحابات، 6 انسحابات غير مبررة، 6 انسحابات ساي كده بس تسلموا بيها وتجيني تقول لي احنا فوق مع الجيش ودعوه واحنا اللي بنخط الخط دايرين ننتصر، انا ما بصدق. لقد تحية بسيوني، كلام جميل جدا يا اخوانا. اللي بيحصل في الجزيرة دي والله عيب في ناس الجزيرة، مفترض انتوا عارفين جنجويد ده بيعمل في شنو، والناس حذروك من زمان، مفترض كان تكونوا جاهزين، لانه جزيره مستهدفه والناس بيقولوا الوالي حق والي قحاتي والقائد ما بينفذ تعليمات او ضمن القائد او ضمن الخطه، ناس كتار بحذروا لحد ما وقع الفاس في الراس ولحد ما انتشر، افترض تكونوا جاهزين. يعني نسوانكم انتوا يطلبوا انه يعني يا تدافع عننا يا نمشي نقول البحر، كلام ده عيب في حقكم، افترض تكونوا جاهزين. يعني جزيره انتوا اكثر ناس خذلتوا الناس في هذه الحرب، يعني نسكم بقيتوا الدعامه يعني تضحكوا عشان ده كله خوف من الموت، موت هو موت واحد يا اخوانا، اخوانا دي كلكم اذا ما وجدتوا سوا والله تفقدوا بلدكم. يعني زي ما سمعتوا انه قالوا كيك اللي بيجي بيوزع اراضي حق الناس، هيوم بكره بيت الزهر تلقاه ما في، فناس اخوانا تكون واحد وموت موت واحد، ناس تكون كله مستعده، وكذلك ناس سنار برضه كلام ده جايكم تكونوا جاهزين، انتوا براك من امس جنجويد ده بحجموكم والدور جايكم. يا اخوانا الناس كله شفتوا ناس الامس في نهر النيل عملوا شنو؟ كل المواطنين بيعدوا كله طلعوا فات الحامي، اللي لقى سلاح لقى، ما لقى فات اشترى سلاح بقروشه، فدي وقت اي زول يشتري سلاح بقروشه ويقعد يحمي نفسه. اخوانا انسوا حق اسمه جيش، انسوا حق اسمه جيش واحموا ارضكم وعرضكم يا اخوانا، الجد دي تاريخ مفصل جدا في السودان، دي معركه بين خير وشر، ناس لازم تستعد موت شهيد في ارضك يا اخوانا، ما تهرب، كان هربت ومشيت اي مكان لناس ده حيصلوا، ما في حل تاني يا اخوان. النهاية انصح باسم الجيش، قول جيش النهاية ما في. وكلام محمد صديق بره كلام طيب جدا، وكلام اللي قاله كله بيمثل كل الشعب السوداني، وزول ده يعني الكل السودانيين بيشهدوا له انه عمل شنو، عمل فرق في الثورة اللي فاتت وانحاس للخيار الشعب، ففي النهاية قهات وزول كده قدر يرجع حقه ما في، وانه ضحى بوظيفته من اجل الشعب، والان انه يكون قائد المستنفرين في السودان ده نؤيد تماما، نفترض تكون قائد لجيش السودان وليس مستنفرين فقط، وكلامه واضح جدا يا اخوانا. نتمنى انه كل شعب السودان تسمع كلام محمد صديق ده، يوم واحد واحد جيش ده كان قدر ينظف جنجويد ديل، اوكي ما قدر ينظف ناس كله تنزل الشارع زي ما زول ده قال، وزول ده عسكري وكله بنثق فيه لانه زول معروف، الرهيف وتنقاد ما هذا الرهيف وتنقاد، كلامه واضح جدا يا اخوانا. الجيش كده داري ينتصر زي ما قلت، خرطوم ده فاضي له كم زمن ما داري ينتشر، ودي ناس من زمان بيقول انه برهان ضمن الخطه، لانه واصل القرارات بيتخذها دي ضغط من الشارع عشان قاعد يتخذها، ما يقدر يعمل حاجه، ما عنده خيار. فاذا استمر زي ده الجيش ده كله هيخالف التعليمات ويحصل انشغالات في الجيش، ويمكن ده الخطه الناس الماشيين عليهم،
فاخوانا الناس لازم كله تمشي تضغط للمحاميات اللي بدام ولايات ديل، او القاده الالوي القايدين ده المفترض كله يغيروه عشان ما يحصل زي بتاع مدني ده، ما يحصل زي الالوي القايدين اللي سنين المفترض كله يغيروه، لانه احنا متى قدر يشترى معظم الناس ما بنسخ يا اخوان. اي زول تسخوا فوق او الناس اللي رجعوهم شد البرهان فصلهم ورجعوهم خدمه الدين، المفترض يكون يتعينوا الويه في مؤسسه الحاميات الفرق القاعدين في الولايات دي. اي زول قبل كده برهان فصلوا زول ده مفترض يمسكوا هنا، لكن الناس الموجودين قدام دير مفترض يتغيروا. فوده جت حرج يا اخوان، الناس تتحد وتحمي مناطقها ان شاء الله. الناس يرحلوا يا اخواتنا ان شاء الله.